واش فهمتيني؟ حيت هذاك الاي بي اوديو ستان سيرفور بحال جوجل، كان انفو كنبريك على اوكي كنتوجه مباشره باش نتصلوا به. اذا كل واحد كيفاش غادي يجبد. عشر ثواني على ما اظن خاصيه الاي بي توصات. لا ماشي الاي بي توصات، الاي بي توصات هي من الاي بي توصات هي دمج الاي بي على الساتيليت، يعني بدون دخول الى تطبيق الاي بي كتخرج لنا القناه ديال الاي بي. الو الاي بي توصات تنحيدو الى حيدنا الاي بي توصات، الى حيدنا الكابل ديال الساتيليت كتبقى خدامه سميتو كتبقى خدامه الصوره، ولكن في الفي اي بي واخا نحيدو الى حيدنا الكابل غتمشي الصوره، يعني خدامه بشكل بحال الشكل ديال تولي بحال الشكل ديال ستريم رولين تقريبا. لو كانت صوتيه بين سبور متطابقه مع صوره القنوات الاجنبيه افضل من الفي اي بي. الا كنتي كتعرف تخدم الديلي السي محمد راه غيولي التطابق، راه ما يمكنش يكون التطابق السي محمد، راه ما يمكنش. انت بغيتيها تكون مقاده متطابقه تجي راسها، ما يمكنش. علاش؟ راه سميتها اي بي اوديو، يعني هذاك الاوديو جيك عن طريق البروتوكول ديال الانترنت، انترنت بروتوكول، انترنت بروتوكول اوديو. اي بي اوديو كتعني بان انترنت بروتوكول اوديو، لان جاي عن طريق الانترنت، جاي عن طريق الانترنت، وبالتالي لوجيكمون خصها تكون مع الصوره سابقه هذيك اللي جايك عن طريق الانترنت، واش فهمتيني؟ وبالتالي نذهب الى خاصيه الفيديو ديلي، كنمشيو للفيديو ديلي كناخروها على حسب الرؤيه ديالنا، يعني كنحاول انه نشوف الركنيه غتضرب الكره غيضربها السونتر غيتلعب خطا صفر فيه الحكم، وكنقدر الثواني وكنبقى غادي غادي حتى كنجيبها لاصقه. يعني هادشي راه كيبغي غير انك دير المره الاولى والثانيه والثالثه حتى كتجيبها لاصقه، هذا هو اللي كاين. خويا هشام علاش الصوتيات معطلين ب 4 دقائق؟ حيت هما اي بي، اي بي غيكونوا معطلين سي نورمال، ولكن 4 دقائق بزاف، 4 دقائق بزاف. اش من صوتيات هادو اللي معطلين ب 4 دقائق؟ بزاف، حيت هاد الا كانوا معطلين ب 4 دقائق غيكونوا جايين من الاي بي تي في، داكشي اش معطلين ب 4 دقائق، فهمتيني؟ حيت كاين بعض الشركات اللي هما كيشدوا هذاك السيرفور ديال الاي بي تي في اللي كاين وتيخرجوا منه الصوتيات ويعاودوا يحطوهم، بس بلا ما يدير مصدر خاص ديال الصوتيات خارجين مباشره من الساتيليت كيستعملوا غير دوك ديال الاي بي تي في. دونك الاي بي تي في ديجا معطل بدقيقه مثلا كيعاودوا يستريميوها ليك انت وهذا، ولكن 4 دقائق بزاف بزاف، 4 دقائق يعني كاع كاع الا درنا الكالكول غنحسبوا ديجا هما جايين معطلين بدقيقه في الاي بي ويعاودوا يستريميو بدقيقه هي جوج كاع، ولكن حتى دقيقه راه بزاف. يعني خصنا منين نجيو نديروا التايم شيفتين غنلعبوا على 20 ثانيه 30، هادشي علاش غنلعبوا، راه حتى دقيقه الا كان راه بزاف. في الانيغما التايم شيفت 17 سكوند، ما كاينش شي حاجه فيكس اخويا. التايم شيفت ولا الاي بي اوديو عنده علاقه بالانترنت اللي عندك، واحد عنده الا شدينا اي بي تي في وحده مثلا، ناخذ ديستو اي بي تي في مثلا، غادي نخدموها عند ثلاثه ديال الناس، غادي ناخذ مثلا كونيكسيون ديال 20 ميجا و50 ميجا و100 ميجا، واش غادي يخدموا لينا بحال بحال؟ لا ما يخدموش بحال بحال، مول ال100 غادي يتفرج مزيان، مول 50 حتى هو يتفرج مزيان، ولكن حسن اقل بدرجه من ال100، حيت هو السرعه اللي عنده دو تريتمون ديال لي دوني اوديو فيديو ماشي هي اللي عند مول 50، ماشي هي اللي عند مول 20، ماشي هي اللي عند مول 10، وهي غادا، واش فهمتيني؟ فاش كنا دابا دايرين اللايف، افضل مثال ملي كنا دايرين اللايف ويا الله بدينا، فاش كانت الكونيكسيون وصلاني ضعيفه، وصله ضعيفه للبيت، كي كانت الكونيكسيون كتبان مضبة، تتبان لكم الصوره مضبة، مره كتضباب مره كدير، وراه بحال هكاك الاي بي تي في، ملي قادينا الخيط وجبنا نيشان ولات الصوره مزيانه، علاش؟ لان الكونيكسيون وصلت مجهده، وراه بحال هكاك الاي بي تي في، الاي بي تي في راه بحال داير شي لايف. ملي كتكون الصوره كتقطع وداكشي حيت الكونيكسيون ضعيفه، لو تريتمون ديال لي دوني كياخذ وقت، الوغ ملي كتكون الكونيكسيون مجهده غيعطيني اي بي تي في مزيان. كذلك هو مثال في الاي بي اوديو، اللي عنده 100 ميجا راه غتكون عنده الفارق الزمني قليل، غيقدر يدير جوج سكوند 3 سكوند دغيا غادي يجيبها، ماشي واحد عنده 4 جي
كنشوف هاد الاخطاء بزاف. تيجي يقول لك الاخوان صحاب الايكولين زين الاي بي اوديو في الماتش ديال الريال 20 ثانيه، خطا راه واخا دير 20 ثانيه انت ما غاتجيش فيها، تقدر تجي فيها وتقدر ما تجيش، ولكن ماشي قاعده حقيقيه او ماشي قاعده رسميه، ماشي واحد زائد واحد كتساوي جوج، لان عندها علاقه بالانترنت. هو جا فيها 20 ثانيه على حسب الانترنت اللي وصله هذيك اللحظه، قدر انه يوافق ما بين الصوت والصوره في ال 20 ثانيه، انت غتقدر تجيك في 10 ديال الثواني. كاين اللي ما غايقيش كاع، كاين اللي ما غايقيسهاش، غيدير غيلقاها مريقله، واصله مريقله، واش فهمتيني؟ حيت هذاك الاي بي اوديو ستان سيرفور بحال جوجل، كان انفو كنبريك على اوكي كنتوجه مباشره باش نتصلوا به. اذا كل واحد كيفاش غادي يجبد؟ انا عندي 100 ميجا غنجبد منه لي دوني بالزربه، واحد عنده 50 غيجبد بالزربه وهي غادا بشوي، واحد عنده 20 غيجبد ويبقى يدير بحال هكا حيت عنده غير 20، واحد عنده 10 غيجبد ويتسنى في الوقيته اللي مول 100 كيدير، ها مول 100 كياخذ بالزربه، مول 50 كياخذ حتى هو كياخذ بواحد السرعه اللي هي محترمه، مول 20 كياخذ قل من مول 50 وهي غا. ما كايناش قاعده رسميه في الاي بي اوديو، ما كايناش، كايناش هذه. هل سيسي كام يدعم لغه يعني هل يدعم الصوتيات ديال العربيه؟ صديقي يونس وانيس، سيسي كام ما عنده حتى شي علاقه بالصوتيات يعني بالاي بي اوديو، سيسي كام ليس له علاقه، وايضا الفوريفر ليس له علاقه، وايضا الاوركا ليس له علاقه، ولكن هناك فرق عندما نتحدث عن سيرفرات مدمجه. عندما نقول فوريفر فهو سيرفر مدمج، عندما نقول اوركا فهو سيرفر مدمج، الفانيلا سيرفر مدمج، وبالتالي هاد السيرفرات فهي كما تدمج السيرفر الذي يفتح لك القنوات المشفره فهي تدمج ايضا معه الاي بي اوديو. على العموم عندما نتحدث عن السي سي كام، السي سي كام هنا لا علاقه له مع الاي بي اوديو، يعني ممكن ان يكون جهازك يشغل الاي بي اوديو، عندك اشتراك يشغل الاي بي اوديو، السي سي كام سيتكلف بفك الشفره فقط للقناه، وبالتالي انت حر في اشتراك الاي بي اوديو. يعني ممكن ان ممكن الاشتراك في راه كاين اشتراك ديال سوني واشتراك بوحدو لا علاقه له مع سميتو. وبالتالي سؤالك هل اذا استعملت سي سي كام يمكن ان استعمل الصوتيات العربيه؟ نعم ممكن، ممكن يعني، لكن كل اشتراك لوحده، كل اشتراك سيكون لوحده. سي سي كام سيتكلف بفك الشفره القناة وتفتح الصورة مع صوتها الأصلي، واشتراك آخر للآي بي أوديو سيكون عندك، ها سيكون عندك اشتراك آخر للآي بي أوديو تستعمله مع السي سي كام، وغدير تايم شيفتين ديالك بطريقة عادية، وغادي أنت فاتح القنوات بالسي سي كام والآي بي أوديو راه جايك بالآخر. عيد مبارك، واش عندك سي سي كام خدام؟ وشكرا. بالنسبه للسي سي كام اللي كنعرفوا حنايا عندنا في المجموعه ديالنا هما السي سي كام ديال ديستو، ديستو هو اللي كيخدموا به حتى الدراري. الوغ ديستو لا يشتغل على استرا، ديستو لا يشتغل على استرا، ديستو يشتغل على الهسباسات، يشتغل على الطور، يشتغل على الهوتبورد، ويفتح مؤخرا سكاي الانجليزيه قنوات الاس دي اجهزه ديال الانيغما. ديستو مؤخرا فتح القنوات الانجليزيه سكاي يو كي، سكاي البريطانيه مفتوحه على ديستو، قنوات ديال اس دي حاليا هما اللي مفتوحين على اجهزه ديال الانيغما، يعني بطبيعه الحال عن طريق ستريم رولي.